الضربه بشي عشويش باش فهمت. راس عادت له منها فين احسن هنا يا راجل لا محاوله القتل هذه كتعتبر. السلام عليكم، انا الاب ديك الطفله اللي تعرضت للضرب والجرح. هذاك السيد هذاك الولد ديالي هضر معاه قال له ما تشربليش في باب الدار، قال له وقال الوالدين كان كيسفاهو هذاك. جاو ما بجوج بيهم بداو شبروا الشفاري وشيروا عليه شيروا عليه، دخل باب الدار، العائله خارجه من باب الدار، هو كيشرطها هو ويماه، هو ويماه هذا بنيته خارجين، هو كيشرطها وجهها. وملي خرجت المراه ديالو اللي سيبت له الشفره، المراه ديالو اللي سيبت له الشفره باش يمشي يضرب لي العائله. ها هو يقول الولد ديالي بان خرجتك الشفره واش تينا قدوه. الولد ديالي 15 عام تينا بجوج الاطفال عاد عملها الجريمه هذه ميمكنش يعملها الانسان واش فهمتي. وتينا خدام في فارماسيا في بولانسيانا وكتعرف هاد الحوادث هادو، كتعرف شنو الدوله هادشي هذا. وصدقتي عملتي العنف في العائله صغيره ضربتي يعني، واش من دب عندك العائله باش تاديها بديك الضربه هذيك. ها عندك شي معايا شي حاجه؟ انا ما عندي معايا حتى شي واحد شي حاجه، ما كيسالي حتى شي واحد شي حاجه. اللي عندي شي واحد معاه شي حاجه يجي عندي الدعاره. عندي الاخوان ديالي كاملين في الدار ديالي ساكنين، عند دخل الدعاره شمن الدعاره اللي يدخل الدار ديالي. وانا الاخوان ديالي كاملين ساكنين بولادهم، ما عندناش الدعاره حنايا في الدار ديالنا. عندنا الدار اللي قدامه هو كي دخلنا الدعاره، هو كي دخل من هذه مسكره معاه والدعاره. والناس هما عارفين هذاك دروكاريستا كل الشهر مقطع كامل وعنده سوابق كافيه، عنده ثلاثه سوابق دخلت دير الحبس، راه مجرم ماشي عادي الانسان. السيده يعاود تدوزكم الشهيده شني كاين، هذيك ساكنه معاه في الدار، في دار وحده واش عرفتي، هو فوقي وهي تحت منه. والمراه ديالو هي اللي تافت سيبات الشفره، شفت سيبات ضربه بشي عشويش واش فهمتي. راس عادت له منها فين احسن هنا يا راجل لا محاوله القتل هذه كتعتبر. والتصاور ديالها نوريك التصاور، شوف شوف الضربه كيفاش دايره. انا شوف زدت البحر هان زدت الله وزدت هذه ضربه، هذه ضربه ضربت الطفله عندها 4 سنين تضرب بالجروح. هذا ماشي هذا قليل العفه السيد، هذا قليل العفه السيد هذا. هذا انا كنطالب النيابه العامه تشدد العقوبه على هذا المتهم. هذا كنطالبوا الدكتور تشازي يوقف مع عيالتك بنيته، راه يحس بها بحال بنته. والله يجازيه بخير، حنا كنعرفوه كيوقف مع الدراويش بزاف، والله ينصرو وينصر الشعب كامل، الله ينصرو كامل، والله ياخذ الحق في هذا المتهم هذا.